السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله في فيديو جديد وفيديو مختلف. واليوم عندي محمد حدايدي، نورت الاستديو، حياك الله يا محمد. الله يحييك ويبقيك. بنتكلم عن خمس امور او خمس حاجات مغلوطة ممكن انك تسمعها عن الماك او اجهزة الماك، لكن الفكرة انه بتسمع هنا خمس امور، وبنفس الوقت بتحصل بالرابط بوصف الفيديو خمس امور اخرى موجودة في قناة محمد حدايدي، وان شاء الله يكون الاستفادة للجميع من الفيديوهين اللي بنقدمها. وخلينا نبدا. يلا بسم الله. طيب انا جمعت مجموعه من التعليقات اللي شفناها بالسوشيال ميديا على ردودكم بالفيديوهات السابقه، فبنتكلم اول حاجه عن موضوع معالجات ابل الجديده اللي هي الام 1 وكذلك الام 2. في كثير من الاستفسارات او خلينا نقول في كثير من المعلومات اللي مغلوطه شفناها انه الاجهزه اللي بمعالجات ابل يكون فيها عدم توافق، يكون فيها مثلا مشاكل بالنظام. فايش رايك محمد بما انك استخدمت الاجهزه بمعالجات الام 1؟ المعالجات بصفة عامة من بعد انتل، بعد ما ابل استغنت عن انتل، فكان فرق كبير جدا في عمل الماك نفسه من ناحية الاداء ومن ناحية الاشياء هذه كلها ان شاء الله بنتطرق في الحديث لها. ولكن كتوافقية البرامج، يعني كل البرامج اللي احنا بنستخدمها ما واجهنا فيها اي مشاكل، يعني زي برامج الاوفيس، زي برامج الادوبي، بل بالعكس كمان يعني في برامج اصبحت يعني حتى في التحديثات حقتها بيقول لك دعم معالج ابل الام 1 او غيره. بالضبط، انه يعني تم تصميم البرامج او تم تحديث مجموعه من البرامج حتى تكون متوافقه اكثر مع معالج ابل، فما في اي مشاكل. فالمعلومه هذه ابدا مغلوطه. يعني الحاجه الثانيه او المعلومه المغلوطه اللي كثير يعني نسمعها، وحتى سويت لها فيديو كامل بتحصل الرابط حقه بالوصف، انه نسمع كثير انه الماك غالي. ايش رايك محمد؟ وهذه المعلومه من اول ما سمعنا اي شيء يتعلق بابل دائما يقول لك غالي غالي. طيب انت قبل لا نتكلم عن الأسعار هل هي غالية أو لا، أنت لما تيجي تحط مبلغ معين في أي جهاز أنت بتشتريه سواء من أبل أو غيره، فأنت بتستثمر هذا المبلغ. فلو حطيت مبلغ في الماك الغالي على كلامك، فأنت بتتكلم أنك بتشتري جهاز مدعوم كتحديثات لمدة 6-7 سنوات، تحديثات أمنية، تحديثات من تطوير النظام، تغيير لك النظام بالكامل. يعني كل سنة عندنا نظام جديد يعتبر لنظام الماك، يضيف مميزات تحس أنك غيرت الجهاز من خلاله، الأداء ما بيتغير معك. حتى المبلغ الكبير اللي أنت بتحطه كاستثمار في جهاز الماك، لو نفس المبلغ اشتريت منه جهاز آخر، خلينا نقول مثلا ويندوز، ما حيعطيك نفس الكفاءة ونفس الأداء ونفس التحديثات المدعومة لسنوات مع مقارنة مع جهاز الماك. لكن حتى على فكرة يعني أنه الماك بوك اير يبدأ سعره من $999. صحيح. يعني هذا السعر يعني في كثير من أجهزة الويندوز أغلب كثير، أو يعني خلينا نقول أنه لا تقارن لي مثلا تروح تاخذ الماك بوك برو الام 1 الترا 32 رام مدري ايش، فيجي يقول لك أنه غالي. صحيح، يعني ما تاخذ جهاز ب 20,000 ريال يعني وتقول الماك غالي. صحيح. أنت ممكن تاخذ جهاز 4000 ريال ويسوي لك كل اللي تبغاه. حتى ممكن تاخذ الماك ميني، تاخذ يعني في خيارات كثيره. صحيح. في عالم الماك. صحيح. طيب في برضو من الحاجات المغلوطه اللي هي تطبيقات الاوفيس، هذه كثير 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 جدا التعليقات اللي تجي عليها، يعني الى درجه انه لما نتكلم عن اي تحديث عن اي حاجه تتعلق بالماك الا ما القى تعليق او استفسار انه تطبيقات الاوفيس ما هي كويسه على الماك، ولا ما يدعم الماك تطبيقات الاوفيس، ولا في بعض الناس تسال يدعم اللغه العربيه. صح. طبعا شوف، يمكن لو واحد خلينا نقول مثلا قديم يعني قاعد يتكلم قبل 8 سنوات ولا يعني من زمان، ممكن اقول لك انه فعلا يمكن اول ما بدا الاوفيس صحيح كان في مشاكل مع اللغه العربيه، لكن نتكلم الان تجربه الاوفيس يعني ما في فرق، حتى يمكن افضل بالماك. يعني انا شخصيا اشتغل على مجموعه من ملفات الاكسل، الملفات اللي تكون ثقيله وفيها داتا وارقام، على الماك قاعد يعطيني اداء افضل من اجهزه. وهذا الشيء المضحك فعلا، لانه يعني احنا كلنا عارفين ان الاوفيس تابع لشركه مايكروسوفت. فأنت لما بتاخذ جهاز يدعم ويندوز اللي تابع لمايكروسوفت، المفروض أنك بتشوف أداء برامج متوافقة أكثر على هذه الأجهزة. ولكن هنا حرفيا العكس، يعني حتشوف أداء برامج الأوفيس اللي مايكروسوفت على أجهزة أبل اللي بمعالجات أبل مختلفة تماما، سواء كان في سرعة فتح الملفات أو في استجابة الأوامر في الإكسل وغيره من البرامج، باوربوينت، وورد، كل البرامج شغالة ما عندك أي إشكالية. وهذا يرجع طبعا للمواصفات وكذلك الأداء الخاص يعني بالجهاز. صحيح. فمن ناحية الأوفيس أبدا ما تشيل هم، وكل البرامج يعني مدعومة، يعني حتى مثلا ما تقول إنه فقط موجود عندك الوورد ولا الباوربوينت، لا لا كلها، كل
مجموعة الأوفيس موجودة. أيضا في عندنا البرامج الخاصة في أبل نفسها اللي هي البيج والنمبرز بالضبط يس. فمثلا لو أنت ما تحب أنك تستخدم برامج الأوفيس ممكن أنك تستخدم هذه البرامج، وتقدر برضو لما تحفظ من هذه البرامج تحفظها بالامتداد الخاص بالأوفيس. صح. حبيت أنك تشارك الملف مع زملائك بالدوام ولا مع أي شخص آخر فتقدر أنك يعني تستفيد. أيوة يعني لو ممكن اشتغلت على البيج اللي هي الصفحات ممكن تحفظها بامتداد وورد بيفتحها أي جهاز ويندوز عادي، الاثنين بيتعرفوا على بعض فما عندك أي إشكالية، وتقدر تحمل الأوفيس نفسه من الستور المتجر الخاص بأبل على الجهاز الماك، ما تحتاج لا روابط ولا صفحات ولا شيء، متجر زي اللي موجود عندنا على الآيفون الأب ستور، تحمل بكل أمان. صحيح. طيب نجي للأمر الرابع أو المعلومة المغلوطة الكثير الرابعة اللي هو موضوع الصيانة. كثير جدا من الناس برضو يتكلمون لما يجي موضوع الماك إنه طيب كيف بسوي له صيانة، أنا خايف إني مثلا لما أحتاج أسوي له فورمات، لما أحتاج أغير فيه مثلا قطعة، يعني هاجس الصيانة كثير عند الناس يتخوفون. بس على طاري الفورمات عبد الله ما أقطع كلامك، أنت كم مرة سويت فورمات لجهاز الماك؟ على فكرة هذه قلتها أنا جهازي اللي تكلمت بالفيديو اللي بتحصلونه بالرابط، الجهاز عندي من 2013 تمام، من 2013 الآن حنا في 2022 ولا مرة سويت الفورمات. صحيح ولا مرة سويت الفورمات يا جماعة. حرفيا من يوم ما تشتري الماك إلى ما تقدر أو إنك تنوي إنك تبيع الماك ما هتحتاج فورمات أبدا. أجهزة الويندوز يعني أجهزة الويندوز كل ما تكون طفشان تسوي فورمات عشان يقول لك يرجع كأنه جديد. يس. يعني ترجع على الأداء هو يمكن تغير الوضع مع التحديثات الويندوز الأخيرة بس لا زال يعني مثلا لما تقارن موضوع الماك مستحيل. يعني أنا قاعد أكلمك من 2013. صح. يعني حتى تحديثات الماك القديمة يعني لو بنقارن مع تحديثات الأوفيس أو تحديثات الويندوز القديمة لا موضوع الفورمات سالفة الفورمات يعني. هذه مع الماك انساها شلها شلها إلا إذا بتبيع الجهاز الخاص فيك أوكي تسوي فورمات عشان البيانات حقتك تبغى تنقل من جهاز لجهاز. صحيح. هذه هي اللي ممكن، أو بعض الناس اللي يبغون ينزلون مثلا حقات المطورين إذا كنت أنت مطور ممكن بعضهم يقول لك ينصح أنك بعد ما تخلص يعني لما ينزل التحديث الرسمي أنك تسوي فورمات، لكن هذه خاصة للمطورين فقط. صحيح. طيب لكن موضوع الصيانة، موضوع الصيانة ما أشوف فيه أي إشكالية، عندك متجر أبل لو أنت في بلد فيها. صحيح. متجر أبل الرسمي، لو ما فيها متجر أبل الرسمي بيكون عندك الوكيل المعتمد والموزعين. بيأخذ منك الجهاز والموزعين، وفي عندنا متاجر كثير معتمدة من أبل في المملكة العربية السعودية بتودي لهم الجهاز. صحيح. بيفحصوا الجهاز تابع للضمان بيغيروا لك القطعة ما بتتغير بيبدل لك الجهاز، يعني كل الأمور محلولة وممكنة ومتعرف عليها يعني. أيضا في عندك الدعم المباشر الخاص بأبل وهذه يمكن ترى شيء رهيب يعني جدا. أنا شخصيا تعجبني أي شركة تجي وتقدرك مثلا تتكلم معك باللغة العربية تدعم اللغة العربية تقدم لك يعني خدمات، فأبل ترى عندهم الدعم الفني المجاني بالهاتف تكلمهم رقم مجاني، برضو بحط لكم يعني كل حاجة حنتكلم عنها بتحصلون الرابط بالوصف، تتصل على الرقم المجاني ويتكلمون معك بالعربي تشرح لهم المشكلة يمشون معك خطوة خطوة وما يقفل إلا معطيك الحلول، أو إذا مثلا كانت المشكلة اللي عندك تحتاج أنك تروح مثلا إلى الوكيل ولا مركز صيانة بيدلك برضو على أقرب مركز صيانة لك. فموضوع الصيانة أبدا ما تشيل همها مع أجهزة الماك. طيب آخر حاجة أو آخر معلومة مغلوطة حنتكلم عنها أنه الماك والدراسة أو أن الماك ما ينفع للدراسة. طيب خلينا نقول إيش هي الدراسة بصفة عامة؟ يعني مثلا خلينا نقول الطالب الجامعي إيش بيحتاج؟ غالبا بيحتاج مثلا تطبيقات الأوفيس، إذا كان مثلا مبرمج يبغى ينزل التطبيقات اللي تدعم لغات البرمجة يعني بشكل عام البريد الإلكتروني. صحيح. البرامج أنت عليك أنك تشوف أنت إيش بتدرس إيش البرامج هل بتتوافق مع الماك، فأتأكد تماما أنه حيكون أداها أفضل من أي جهاز آخر. الجهاز يدعم أغلب التطبيقات لو ما قلنا يعني 90% من البرامج اللي بيدرسها أي شخص ممكن أنه يشتغل عليها عادي جدا على الماك، فما عندك إشكالية في هذه النقطة. بل بالعكس يعني عندنا فئة إن شاء الله في فيديو أنت هتتكلم فيه أو هنتكلم فيه اللي هو عن أنسب جهاز أبل مناسب لك سواء كنت بتدرس أو أعمال أو مونتاج أو غيره أكيد. فحيكون يعني الماك بوك إير حيكون لغالبية أو للأغلب نشوفه مناسب جدا للدراسة سواء كنت في المرحلة الثانوية أو في بداية الجامعة أو في تخصصات مثلا معينة. على فكرة الجهاز بيكون يعني برضه أنه الماك أنا ليش دائم أنصح يعني حتى الطلاب لما يتكلم
ويقول لي اني ابغى يعني جهاز للدراسه، الماك اول حاجه بيكون خفيف يعني، خاصه لما تاخذ الماك بوك اير خفيف، البطاريه بتجلس معك وقت البطاريه هذا موضوع ثاني. البطاريه ما تقارن فعليا باي جهاز، اللي مستخدم جهاز ايباد يعني انت ممكن تقارن جهاز الايباد بجهاز الماك بالذات بمعالجات ابل، البطاريه حرفيا تنساها. وحتى لو كنت في تخصص يحتاج تطبيقات معينه وما هي موجوده على الماك، تقدر انك تحمل الويندوز عادي جدا اذا كنت يعني تحتاج هذا التطبيق. في الغالب كل التطبيقات مدعومه وما تشيل هم منها، لانه بمجرد انك تستخدم الماك ما تبغى يكون في اي جزء للويندوز على الجهاز، خلاص تنساها. صحيح. طيب الله يعطيك العافيه محمد. الله يعافيك يا حبيبي، تسلم. حلقه باذن الله انها جميله ومفيده. تحصلون طبعا الحسابات قناه محمد حدايدي، الرابط الخاص فيها بالوصف. محمد قاعد يقدم مجموعه من الشروحات والمراجعات والمحتوى الجميل جدا اللي انا شخصيا ما افوته، واكيد انكم انتم ما راح تفوتونه. وبرضه في عندنا 5 معلومات مغلوطه او امور مغلوطه عن الماك اضافيه عن اللي قلتها، بتحصلونها في قناه محمد حدايدي. شكرا لك محمد، نورت حبيبي. ويعطيكم الف عافيه جميعا، نشوفكم على خير. وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم.